التلفزيون العربي. نذهب إلى صنعاء مع مراسل عربي خليل القاهري وسط المظاهرة الأسبوعية المناهضة للحرب على غزة. خليل، نعم وائل، يعني نحن الآن في ميدان السبعين وسط العاصمة اليمنية صنعاء، حيث التظاهرة الحاشدة التضامنية مع غزة كما جرت العادة منذ نحو 10 أشهر. وبالتالي المحتشدون هنا في ميدان السبعين مثلهم مثل بقية المحتشدين في عدد من المحافظات، في صعدة وفي تعز وفي إب وفي الحديدة وكثير من المحافظات، ينددون باستمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك ينددون بالمواقف العربية والإسلامية المتخاذلة تجاه مظلومية الشعب الفلسطيني. كما أن المحتشدين هذه المرة هنا في ميدان السبعين في صنعاء وبقية المحافظات ينددون بالعدوان الإسرائيلي الأخير على الحديدة، ويؤكدون على القوات المسلحة اليمنية ضرورة الرد على هذا العدوان بشكل كبير، كما كان قد أعلن من هنا من صنعاء بأن الرد على هذا العدوان سيكون مفاجئا وكبيرا وأن الرد قادم لا محالة. المحتشدون أيضا دعوا كما يدعون في بياناتهم وفي بيان مسيرة اليوم والمسيرات التي خرجت صباحا وتخرج الآن في عدد من المحافظات، إلى ضرورة استمرار إغلاق المياه الإقليمية اليمنية ومهاجمة السفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ردا على العدوان الإسرائيلي على غزة وعلى فلسطين بشكل عام، وردا على العدوان الإسرائيلي والأمريكي والبريطاني على اليمن. كما أن المحتشدين هنا في ميدان السبعين أيضا يؤكدون أن مسيراتهم ستبقى متواصلة تضامنا مع غزة، ولا يمكن أن تتوقف هذه المسيرات سواء في صنعاء أو في بقية المحافظات إلا بوقف كامل للعدوان على غزة ووقف العدوان الأمريكي والبريطاني والإسرائيلي على اليمن. وأخيرا المحتشدون أيضا نددوا بطريقة استقبال الكونغرس الأمريكي لنتنياهو، وتساءلوا في بيان صادر عن المسيرة والمسيرات الصباحية، لماذا لا تستقبل الدول العربية والإسلامية قادة المقاومة الفلسطينية بنفس القدر أو بنفس الحفاوة التي استقبل بها نتنياهو في الكونغرس، داعين الدول العربية إلى ضرورة إسناد المقاومة وفصائلها والوقوف مع الشعب الفلسطيني في مظلوميته وضد الجرائم التي ترتكب ليل نهار في غزة وبقية المدن والبلدات الفلسطينية. خليل، تحدثت وكما دائما عن مظاهرات في صنعاء وبقية المحافظات اليمنية، لكي نوضح الصورة، هل تخرج المظاهرات في كل مناطق اليمن بغض النظر إن كانت تحت سيطرة الحوثيين أو الحكومة الشرعية؟ بمعنى الموضوع الفلسطيني يجمع اليمنيين على افتراقهم؟ نعم وائل، يعني ملاحظ أنه ربما في مناطق سيطرة أنصار الله يبدو الوضع مختلفا تماما بالنظر إلى حجم المسيرات التي تخرج في كل جمعة وفي أيام أخرى من الأسبوع، وبشكل كبير جدا في عشرات الساحات على مستوى المحافظة الواحدة، هناك ساحات كثيرة يعني تمتد إلى 20 إلى 30 ساحة أحيانا في بعض المحافظات، بينما يبدو الوضع مختلفا بعض الشيء في المحافظات التي تقع تحت سيطرة جانب الحكومة المعترف بها. صحيح هناك وقفات مساندة لغزة وتخرج تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ولكنها ليست بشكل ثابت ومستمر كما هو الحال في صنعاء ومناطق سيطرة جماعة أنصار الله، بل تخرج بأسلوب متقطع وفي أيام مختلفة وبشكل غير منتظم وربما بأعداد أخف. ولكن في المجمل القضية الفلسطينية ومظلومية غزة والعدوان على الفلسطينيين في غزة وحد اليمنيين بشكل كبير، وبالتالي يمكن القول بأن المظاهرات والمسيرات تخرج وإن بدرجات متفاوتة، يختلف الحال بطبيعة الحال كما تعكسه الصورة في مناطق سيطرة أنصار الله ومناطق جانب الحكومة المعترف بها. هناك مسيرات ولكن تتفاوت في أحجامها ومستوياتها الشعبية ما بين مناطق سيطرة أنصار الله ومناطق جانب الحكومة، وإن كانت المواقف الشعبية والرسمية كلها تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ولكن ملاحظ أيضا أن العدوان الإسرائيلي على الحديدة تحديدا وحد كل اليمنيين، وخرجت مظاهرات تندد ومواقف شعبية ورسمية تندد بهذا العدوان وتدعو إلى الرد على العدوان الإسرائيلي على الحديدة. التلفزيون العربي.